بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره ولو كنت خائفا. هذا الأمر وهذا الظرف كثيرا ما وردت الإشارات إليه في روايات أهل البيت عليهم السلام، وكثيرا ما تعرض أتباع أهل البيت عليهم السلام إلى هذا الظرف، بأنهم كانوا يأتون إلى زيارة الحسين عليه السلام في زمن التقية، وكان هناك العديد من الأشخاص الذين استشهدوا في طريقهم للزيارة ونالوا أقصى درجات العقوبة والظلم والتعذيب نتيجة أنهم كانوا يأتون إلى زيارة الحسين عليه السلام. وما ذلك عنا ببعيد، ونحن عاشرنا وعشنا هذه الفترة التي كان المؤمنون يتعرضون فيها إلى القتل، يتعرضون فيها إلى التفجير، يتعرضون فيها إلى الخطف من قبل الأشخاص الذين يعادون الحسين سلام الله عليه. مع ذلك نجد بأن أهل البيت عليهم السلام بالرغم من هذه الصعاب، بالرغم من أن طريق زيارة الحسين سلام الله عليه كان طريقا خطرا، وكان طريقا قد يؤدي بالزائر إلى أن يقتل، ولكن مع ذلك نجد بأنهم كانوا يحثون شيعتهم على الذهاب إلى زيارة الحسين عليه السلام ولو في حالة التقية، ولو في حالة الخوف. لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن ابن بكير، ينقلها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: قلت له: إن قلبي ينازعني إلى زيارة قبر أبيك من الشوق، قلبي ينازعني إلى أن أتي إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، وإذا خرجت فقلبي وجل مشفق خائف حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح، وأيضا في بعض الروايات وأصحاب المسالح. هناك بعض الأشخاص الذين ينقلون هذا الخبر، يرفعون به تقريرا إلى السلطان من أصحاب المصلحة، من أصحاب القوة، من السعاة، ويقولون له بأن فلان ابن بكير ذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام، حتى يشوهوا سمعتي عند هذا السلطان الظالم حتى ينزل بي العقوبة. فقلبي مشفق وجل عندما أذهب إلى زيارة الحسين سلام الله عليه. لاحظوا هنا الإمام الصادق عليه السلام لم ينهه، لم يقل له: أنت الزيارة ساقطة عنك بسبب أنك خائف، بسبب أن هناك ظرف تقية. لا، قال له: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أنت لا تحب أن الله سبحانه وتعالى يراك، يطلع على حالك ويجد بأنك خائف، ولكن خائف في ماذا؟ خائف لأجل زيارتك لقبر الحسين سلام الله عليه، خائف لأجل تحقيق رضانا أهل البيت سلام الله عليه. أما تحب أن يراك الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه؟ أنت سبب خوفك لست بسبب أنك كنت معارضا للحكومة، لست بسبب أنك كنت سارق، لست بسبب أنك كنت مجرم، لا، أنت خائف لأنك شيعي، لأنك موالي، لأنك قصدت زيارة الحسين عليه السلام، فخائف من هذا السلطان الجائر. وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع. الناس كلهم يفزعون، أنت لا تفزع أيها الزائر للحسين عليه السلام في حالة الخوف. فإن فزع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. لا يمكن أن يناله أي خوف وأي فزع، والملائكة موجودون يطمنونه، يؤمنونه من أي فزع يحصل له في يوم القيامة. كذلك في رواية أخرى وردت عن محمد بن مسلم في حديث طويل طبعا، قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم، على خوف ووجل. فقال: ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف.
كم هي قاعدة عظيمة من الإمام الباقر عليه السلام، كلما كان خوفك أكثر، كلما كان وجلك أعظم، كلما كان ثوابك أكبر. ومن خاف في إتيانه، يعني في إتيان الحسين سلام الله عليه، آمن الله روعته يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة، وسلمت عليه الملائكة، وزاره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له. القاعدة بأن المؤمن هو الذي يذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، هنا الأمر يختلف، النبي هو الذي يأتي إلى زيارة زائر الحسين سلام الله عليه تعظيما وتشريفا له. وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء، واتبع رضوان الله. هذا كله لمن زار الحسين عليه السلام على خوف ووجل. كذلك في رواية أخرى عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك على خوف؟ هل تنهاه عن الذهاب إلى الزيارة أو لا يذهب؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر. يعني لم ينهه، بل بيّن له ثواب الزيارة على خوف. وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. أنت كنت خائفا وجلا في الدنيا عند ذهابك إلى الزيارة، ولكن هذا اليوم نحن نعوضك عن ذلك الخوف وذلك الوجل، نعوضك عنه في يوم القيامة. لاحظوا، ينقل في الكتب التاريخية لكي يكون الأمر واضحا عند السادة المشاهدين الكرام. وهذا كما قلنا، نحن عايشنا وعاشرنا هذه الفترة التي مرت علينا، بأن المؤمنين كانوا يتعرضون إلى أشد أنواع التنكيل والقتل والتعذيب في طريقهم إلى الزيارة. لاحظوا، أنقل لكم شاهدا واحدا في العصر العباسي، كيف أن المتوكل لعنة الله عليه كان يضع الشرطة ويضع السيطرات في طريق زيارة الحسين سلام الله عليه. ينقلون بأنه كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، يعني ليس مهتما من باب إيجابي، لا، مهتما يعني يأخذ عليهم الزلات، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم، بمجرد تهمة، بمجرد شك، ينزل عليهم العذاب والعقاب. واتفق له أن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، هذا أيضا كان عاملا مساعدا في النكال بشيعة أهل البيت، والنكال بمن ينتمي إلى أهل البيت سلام الله عليهم. وزيره أيضا كان شديد الغيظ والحقد على أهل البيت وعلى شيعتهم، فحسن له القبيح في معاملتهم، كان يشجعه على ارتكاب القبيح، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين، يعني حفر قبر الحسين سلام الله عليه، وعفى آثاره، ووضع على سائر الطرق مسالح له، يعني سيطرات من الجنود، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوا به فقتله أو أنهكه عقوبة. كل شخص كان يأتي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام إما يقتل إما أن يحبس ويعذب، ولكن مع ذلك كان أهل البيت سلام الله عليهم يحثون شيعتهم على الذهاب إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، وإلى عدم ترك زيارة قبر الحسين، وإن كان ذلك فيه خوف وفيه وجل وفيه ضرر على الإنسان الزائر. جعلنا الله وإياكم من الزائرين للحسين عليه السلام في الدنيا، ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.